بات مدفع الإفطار تقليدا متبعا وأيقونة بارزة ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان المبارك في البحرين، فهو جزء تاريخي هام وطريقة صوتية يعتمد عليها من قبل الكثير من الصائمين في معرفة مجيء لحظة الإفطار. الحكاية بدأت قبل ما يزيد على 89 عاما بمدفع الإفطار. هذا كان وما زال للناس فك صيامهم عبر صوته الذي كان يدخل إلى كل بيت من شدة سرعته وقوة ذبذباته. مدفع أقر له أن يصدح مرتين يوميا، مرة إذانا بدخول وقت الإفطار، والأخرى إعلانا بدخول وقت الإمساك. مدفع رمضان هو موروث تاريخي وتراثي وشعبي، كانت بدايتها منذ ثلاثينات القرن الماضي. طبعا تستخدم المدافع في الإعلان عن مناسباتها والأعياد، منها الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل وموعد الإفطار وموعد الإمساك. طبعا وزعنا مدافع رمضان على ثلاث مواقع. الموقع الأول طبعا بيكون في المحافظة العاصمة بالتحديد خليج البحرين، والموقع الثاني محافظة المحرق بالقرب من قلعة عراد، والموقع الثالث المحافظة الجنوبية بالقرب من قلعة الرفاع. مدفع ارمي قطعة أثرية تتقدمها فوهة يتم حشوها بذخيرة صوتية كاملة من قبل ثلاثة من ضباط صف من رجال الشرطة يرتدون اللباس التقليدي القديم تم تدريبهم ليكونوا مؤهلين للقيام بعملية الإطلاق، على مرأى من تواجد العديد من المواطنين والمقيمين ممن يسارعون برفقة عوائلهم نحو التقاط الصور في جو لا يخلو من البهجة والفرح وحتى الخوف عند البعض مع قرب عملية الإطلاق. طبعا اعتاد الناس في الشهر الفضيل بالمملكة على صوت المدفع خلال شهر رمضان منذ ثلاثينات ليومنا الحالي، وفيه ذكريات كثيرة اللي يعشقها الأهالي ويفرح بسماعها صوت المدفع الصغير قبل الكبير. صار من أهم رموز رمضان، يعني أنه خاصة نرتبط بس بالأذان، فيعني وجوده كثير حلو والله. لحظات صمت وسكون تسبق ثانية الإطلاق. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.